الأشياء السياسية تدخلت يعني في أمور المنظمة الآن، وفيها بنفس الوقت غير موجود رغبة روسيا في ارتفاع الأسعار. وكما تعرفون السعودية في مأزق يعني بين أخذ القرار في ظروف كما تعرفون القضية السعودي الذي قتل في تركيا، وطلب رئيس ترامب من السعودية أن تخفض الأسعار. الخروج من هذا المأزق يتطلب تنسيق ما بين روسيا والسعودية، ما فيش بلدان أخرى تقدر يعني تساعد بخروج من هذا الانخفاض في الأسعار. في نفس الوقت الناس يتوقعون أن الطلب العالمي سينخفض في السنة الآتية في 2019، لأن في حرب تعرفة بين أمريكا والصين وبين أمريكا والاتحاد الأوروبي، وهذا عنده انعكاسات على التجارة العالمية وعلى النمو الاقتصادي العالمي، وهذا ينعكس على الطلب في النفط